السلام عليكم. وعليكم السلام. نبغيو نعرفوا المسؤولين اللي كانوا حاضرين اليوم بالضبط. اولا قبل ما نعرفوا المسؤولين، نحن نتحفظ على احد المقالات التي نشرت في المحليه بريس باننا اقتحمنا وبان معارضوا علينا حلول. هذا هراء وهذا كلام غير صحيح، ونحن نقلنا الصوره الصحيحه للسيد العامل. اذا نطلب منكم ان تسحبوا تلك الكلمات وذاك المقال من اجل التصحيح، ويمكن ان نعطيكم المقالات. طلعت عليه ورايت كيف كتب بشكل مع الأسف أنه مغرد يخدم السلطة أكثر من أنهم يخدم الساكنة. إذا لم يتدخل لا مسؤول ولا بيقول لنا أي حلول، وإنما كانت هناك تسويفات، ونحن طلبنا السيد العامل ونقلنا الصورة الحقيقية للسيد العامل. إذا نطلب أولا، نطلب منكم أنكم تسحبون ذاك المقال. كيف يكون ردكم على الطرح فيما يخص برنامج إعادة قاطني دوار البلاد أو المسيرة أسرتين في بقعة واحدة؟ كيف يكون رد ديالكم في القضية؟ إذا أولا بالنسبة للاجتماع حضره السيد العامل وحضر مسؤولين بالعمالة، لم يحضر أي منتخب، لم تحضر أي جهة معينة. إذا حضر السيد العامل فقط، بمعنى أطر وزارة الداخلية هي التي حضرت لهذا الاجتماع، وناقشنا معهم الأمور، وهذه الحلول هي التي سمعتموها. حرار ولهم كامل الحرية والسيادة في اتخاذ القرار المناسب كيفما يرون. كيف لمستم جو الحوار؟ إذا بالنسبة لجو الحوار، إذا في البداية أراد السيد العامل أن يحمل المسؤولية الدخول إلى المندوبية، لكن نقلنا له الصورة الصحيحة وقال بأنه سيقوم بتحري، ونقلنا له شكوى ومظلومية سنعطي له ولنا صور في هذا الأمر، وأنه تأسف لهذا التدخل العنيف من طرف قوات الأمن الشرسة القمعية التي لا تتقن إلا سوى لغة القمع والضرب وتكسير الجماجم، لأن هناك جهات معينة على ما فهمنا من خلال هذه الأمور أن هناك جهات معينة لا تريد الخير لهذه المدينة ولا تريد الخير لهذه البلد، وتخدم أجندات معينة. نحن نقول لها من منبركم هذا بأنها تتراجع عن هذه الأمور التي تمارسها، وبأنها تترك الإرادة الشعبية وتترك المواطنين الأحرار يناضلون في جو سلمي ويقومون بتقرير مصيرهم بأنفسهم وفي إطار مقاربة تشاركية مع الدولة، وأنهم يعودون إلى الخف شأنهم. كيف يا سؤال أخير، كيف سيكون رد المواطنين على على هذه الاقتراحات؟ لا يمكنني أن أقول هذا الأمر، ولا يمكنني أن أجزم. المواطن الأحرار بعد اجتماعاتهم التي يقومون بها في دوائرهم سيقررون الأمر المناسب، وسننقله للسيد العامل بكل أمانة، وبالتالي سيتخذون القرار المناسب.